وعلى الصحب وآل رضي الله عمن ساوى على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وارضى عنا معهم يا رب العالمين. من الأوامر الإسلامية المهمة والنافعة في حياة كل مسلم بل وكل عاقل أمر ديننا الحنيف بالتعفف وترك النظر إلى الاهتمام بأموال الناس ومتاع الدنيا التي أنعم الله بها عليهم. المسلم المحقق الراجي رحمة ربه والمتطلع إلى أن يغنيه الله تعالى من فضله يكون أبعد الناس عن الاهتمام بمظاهر الدنيا والتطلع إلى ما في أيدي الناس مما أنعم الله تعالى به عليهم والرغبة في نقل ذلك أو تحصيل ذلك له. انتشر في هذا الزمن قضية التسول الحقيقي والمعنوي. أما الحقيقي فهو معلوم يعني بالعام مش حيدي، وأما المعنوي فهو أمر أيضا قد بدأ ينتشر انتشارا كبيرا فيما بين المسلمين. يجلس الناس مع بعضهم البعض فيبدأ الرجل بالشكاية ويسمع من يجلس معه أنه في حال ضيقة، في وضع صعب، في شأن سيء، لا يكفيه ما يأتيه، عنده من الأولاد الكثير، نفقته كبيرة، شأنه كذا، ويدخل في تفاصيل كثيرة. أقول هذا يا أيها الأحبة وأفرق بين حالين، بين حال أخ صديق مواد مخلص تقي أجلس معه فأتطارح معه أحيانا بعض ما أصابنا بشكل عام نحن كمسلمين ونحن كأفراد، وأبثه همي من باب التوادد لا من باب إسماعه، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. أما الذي أنظر إليه وأركز عليه فهي قضية إسماع هذا الإنسان أنني بحال ضعيفة، أنني فقير، أنه يأتيني ما لا يكفيني، أن وضعي كذا وكذا. ماذا أقصد من هذا؟ أقصد إسماعه حتى يعطيني من المال الذي عنده. الله سبحانه وتعالى جعل المال الذي ينفق في الزكاة والصدقات مخصصا لأناس ذكرهم بعينهم. أما في الزكاة فقد قال سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإن كان هذا الإنسان الذي يشكو حاله مستحقا للزكاة وهو أحد هذه الأصناف فحي هلك، وإن لم يكن كحال كثير من الناس اليوم فإنه يأكل هذا المال الذي يأخذه ويطلبه ويسمع غيره به يأكله سحتا أي حراما. كذا أشار رب العزة إلى من يستحق الصدقة فقال بعد آيات في سورة البقرة، قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. انظر إلى هذه الأوصاف الربانية الدقيقة المهمة التي يرجع إليها الإنسان المسلم. أنا قد لا أكون في هذه الحال لكن علي أن أنقل هذا الكلام إلى غيري وأسمعه لهم حتى يعرفوا حالهم، إن كانوا كذلك فلينتبهوا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء لا من المال، من التعفف. لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف هو الإلحاح وكثرة الطلب والترداد، وضعي 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 أموري وكذا ولا أجد ولا أجد، هذا هو الإلحاف. لا يسألون الناس إلحافا. المال هؤلاء مستحقو، هؤلاء الذين يجب علي أن أبحث عنهم حتى أعطيهم. أما الملحف في السؤال والذي أعينه تتطلع إلى ما في أيدي الناس
فقضيته مشكلة ومشكلته كبيرة. أخرج الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثلاثة أشياء: قد أفلح من أسلم، أخرجه الله من الكفر ونقله إلى حال الإيمان، ورزق كفافا، قال كفافا فقرا، هكذا يظن بعض الناس، خطأ هذا التفسير، ويفسره أيضا بعض الناس حينما يسمعون الدعوة النبوية الشريفة الطيبة: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، فيظنونها فقرا. لا لا، قال لك أن غنى أيضا لا، ما هي اسمها؟ إيش يقول؟ كفافا، أي ما يكفيني انتهى، لا أريد زيادة أبدا، لا أريد زيادة أبدا، ما يكفيني. لذلك قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، الثالثة موضع حديثنا، وقنعه الله بما آتاه. هذه المصيبة التي درجت بين الناس كثيرة. بالأمس بعض الإخوة دخل إلي أسأله عن أحواله، لله الحمد، كيف ابنك فلان؟ لله الحمد، كيف حاله؟ من باب الاطمئنان، إن تيسر شيء قد أساعده مثلا، كيف حاله؟ قال الحمد لله، يعمل لله الحمد، جميل، إن شاء الله أموره مقبولة. قال الحمد لله، لكن وضعه ضعيف. لما؟ قال يعني أجرته في الأسبوع 25,000. قلت له وفقك الله. هذا الذي يحدثني عن من باب الاعتبار فقط، شاب في مطلع حياته، متزوج منذ أشهر ورزق بطفل، يعني زوجة وشاب وطفل صغير، يعني أكثر من 100,000 ليرة في الشهر، لكنها لا تكفي. فيتحزن أبوه عليه، أبوه من كبار الأغنياء حتى يتحزن؟ لا، يعني مقبول وضعه، لكن ليس من كبار الأغنياء. طيب إذا كانت هذه نظرتنا ونحن مثلا متوسطون، فإذا من حق الفقراء أن يسرقوا أموالنا؟ إذن يقول أنا كل يوم أنفق 10,000 على سخافات الحياة، فلأسرق مال هذا المجرم الذي لا يخشى الله ولا يعطيني؟ من حقي من يفعل هذا، لا تبريرا لفعلهم، ولكن أنظر فأقيس حالهم وحالي وحال من يقول مثل هذا الكلام. شخصان وطفل رضيع لا يكفيهم 100,000، ماذا يكفيهم إذن؟ وماذا يكفينا نحن كمسلمين؟ لماذا صارت نظرة الطمع مغروسة في أكثر الناس؟ فترى، سمعت يوما أيضا من سنوات عديدة، حدثني بعض الناس عن أحد طلاب العلم، سبحان الله أيضا أذكرها للعبرة، وأسأل الله أن نعتبر جميعا أنا وأنتم وكل من يسمع ويبلغه هذا الكلام. أيضا دخل إليه بعض الناس فقال له، يعني صار يحدثه كما قلت آنفا، الوضع سيء والأمور ليست متيسرة ولا يأتيني ما يكفيني وكذا وكذا وكذا، يشكو له ليسمعه حتى يعطيه. مهم، جرى بينهم حديث ختامه طالب العلم يقول لهذا الرجل: أليس عندك سيارة؟ فقال نعم، ثم أتبعها بالثانية العجيبة: أليست زوجتك عندها سيارة؟ فقال: يا أستاذ، أتحسدني على ما أتاني الله من فضله؟ طيب فرضنا عند زوجتي وعند ابني سيارة، مثال، يعني إيش يعني مثلا أعطيك إياها، أهبك إياها مثلا؟ ما هذا الطمع الذي بدأ يدب بين الناس؟ سبحان الله. وأعود فأقول هذا أيضا له دور من تقصير عدد من الأغنياء، لا كلهم، فهناك عدد جيد أيضا من الأغنياء ممن وفقهم الله لأداء الزكاة والصدقات، ولكن تقصير بعض الأغنياء من جهة في أداء الزكاة والصدقات وإسرافهم أيضا في الإنفاق يدفع بعض الناس، أنا لا أبرر ولكن أذكر منذ البداية وأذم من تتطلع عيناه إلى أموال الناس، لكن بالمقابل أنت يا من رزقك الله مالا، يا أخي اعتدل في الإنفاق، بالله عليك، بالله عليك اتق الله، حتى لا تحرض إنسانا قلت التقوى في نفسه أن يتطلع إلى مالك وفي النهاية أن يقتلك ليأخذ هذا المال. إذا كان يراك كل يوم تنفق من المال الكثير ستتطلع عيناه،
أخرج الإمام مسلم أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عطاء، يعني قسم بين الناس مالا. قال الراوي: فكأن الناس أو بعض الناس وجدوا في ذلك، وجد بمعنى تأثر، تألم أنه لم يأخذ من هذا المال الذي قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إني لأعطي أناسا وأدع أناسا، ومن أدعهم أحب إلي ممن أعطيهم. إني لأعطي أناسا وأدع أناسا، ومن أدعهم أحب إلي ممن أعطيهم. من أعطيهم لما أعرف في قلوبهم من الجزع والهلع، ما برضى بما قسم الله، عيونه تتطلع، فيريد رسول الله أن يسد هذا التطلع قدر الإمكان حتى لا ينتقل حاله إلى الإجرام، إلى السرقة، إلى أخذ أموال الناس غصبا. قال: وأدع أناسا وأكلهم إلى ما في قلوبهم من الغنى، أي من الغنى بما قسم الله لهم. منهم عمرو بن تغلب أحد الصحابة الكرام، هذا ممن يدعه فلا يعطيه، لأنه يعلم أنه راض قانع متعفف لا ينظر إلى لما في أيدي الناس، فلا يعطيه أحيانا لأنه يعرف أنه مطمئن بما قسم الله له. سمعها عمرو بن تغلب فقال: والله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم، الدنيا كلها ما تعاد لعندي، أن مدحني بأنني من فضل الله متعفف، لا أتطلع إلى ما في أيدي الناس، لا تذهب عقلي وتبهر بصري الأموال التي أجراها الله تعالى في أيدي الناس. كم من الناس يشكو، وإذا جئت إليه فبحثت عن إنفاقه وجدت إنفاقه أكثر من إنفاقه. يا أخي اتق الله، يا رجل اتق الله. كثير من الناس لا يكفيه كذا ولا يكفيه كذا ولا يعجبه كذا، وهذا الأمر أيضا دخل في أولادنا وانتشر فيهم انتشار الناس النار في الهشيم. أنا محدود الدخل كما يقال، لا أستطيع أن أعطي ولدي ما يشتريه مما يراه من بقية الأبناء. الآن يعني بصراحة أقل ما يدعى بالسندويش، هذه الأطعمة الجاهزة، أقل شيء فيها 300 ليرة. إذا كان الولد كل واحد من أولادي سيشتري كل يوم، هذا يحتاج إلى ميزانية خاصة. فوالله أولادي شباب، بعض الناس يقول شباب، إيه شباب يعني؟ ألم تكن أنت شابا؟ ألم أكن أنا شابا؟ كنا نفعل هذا يعني؟ ما كنا نفعله يا أخي. يا أخي تعلم العفة، تعلم القناعة بالله عليك، وعلم واغرس، واغرس هذا في نفس من حولك، ممن تحب من أقاربك، من أولادك، من زوجتك. طبعا ليس الأمر صداما ولا قسوة، ولكن تعال يا بني، ألا تسمع ما كان عليه رسول الله وأصحابه؟ بلى أسمع يا أبتاه. ألا ترى فلانا من أقاربنا كيف يصبر على الفقر؟ بلى، يعني أرغبه، أشجعه، أهون عليه أنه لا يمتلك هذا. إذا لم نفعل هذا بين بعضنا البعض يا أيها الإخوة، وندرب أنفسنا على قضية التعفف، صرنا كالوحوش الكاسرة مع بعضنا البعض. لو سنحت الفرصة لأي واحد منا لأخذ مال الآخر بحيث يدري أو لا يدري. هذا التعفف الذي إذا وجد في قلب الإنسان منعه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، ومن ثم رضي بقسمة الله له. أخرج الإمام مسلم والترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عوف الأشجعي، أو من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: وفدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أو 9 جاءوا إلي وكانوا في مطلع شبابهم، قال: فبايعنا على أن لا نشرك بالله شيئا، وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، ثم أسر إلينا كلمة خفية. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: ثم أسر إلينا، يعني وصية خاصة هذه، أسر إلينا كلمة خفية، قال:
وعلى ألا تسأل الناس شيئا. أبايعكم من جملة وصاياي لكم أنتم بالذات ألا تسأل الناس شيئا. قال فبايعناه. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: فكان أحدنا يسقط الصوت من يده وهو راكب، وبجانبه خادمه يمشي، فلا يقول له احمله لي، بل ينزل فيأخذه ويمضي. لا أسأل الناس شيئا أبدا، أستطيع أن أقوم أنا، أقوم أنا ولا أطلب شيئا. حتى هذا الأمر البسيط، خادم بجانبي يعطيني الصوت الذي يضرب به الحيوان ليمشي، لا لا لا، ينزل يقف دابته وينزل يأخذ الصوت، يصعد مرة أخرى يمشي مرة أخرى. إلى هذه الدرجة؟ نعم إلى هذه الدرجة. هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم فكرة التعفف، لذلك عاشوا أغنياء بفضل الله تعالى. ليس الغنى كما في الصحيح أيضا، ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض الأموال التي تعرض وتزول بعد ذلك، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. لما يقنعني الله تعالى بما قسم لي أعيش مرتاحا مطمئنا، ولما أقول فلان وفلانة وجاري وأخي وصديقي وابن عمي وفلان الذي رأيته في الشارع، يا أخي ما لك ولعباد الله؟ ألست تأكل وتشرب؟ أبك مصيبة في جسدك؟ قال لله الحمد ما بي شيء. ألست تأكل وشرب؟ قال لله الحمد. ألم يستر الله الله تعالى عورتك؟ قال لله الحمد. فاقطع نظرك عن أيدي الناس، وتمثل هذا المقطع من الحديث: وعلى ألا نسأل الناس شيئا. رزقني الله وإياكم التعفف وعدم سؤال الناس، وقنعنا الله بما آتانا، والحمد لله رب العالمين.